بوجه رسالة للنساء في يوم المرأة العالمي أنه أنت بتقدري تكوني فاعلة في المجتمع شو ما كان دورك وشو ما كان الشيء اللي عم تقدميه. كوني قوية، لا تستسلمي. المجتمع هو مرأة ورجل، فطبيعي يكون الأدوار موزعة على الاثنين. لا ينفصل دور المرأة عن دور الرجل، إنما هما مكملان بالمجتمع على كافة الأصعدة. تسليط الضوء على إنجازات النساء السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودعوة صريحة للمساواة بين الرجل والمرأة في ظل هذا العالم. يوم واحد أكيد ما بكفي المرأة أنه تأخذ فيها حق المرأة، أكيد بنشوفها هي كل يوم وأهميتها كل يوم تتجلى. كتير حلو يكون في يوم عالمي للمرأة لحتى نوضح أو نظهر فيه معاناة المرأة بالعالم كله. وبالمرأة عم تعاني القصف وقتل أطفالها قدام عينيها وأطفالها، بيوتها عم تتهجر، عم تتشرد، عم تعيش بالمخيمات، عم بتعاني أكبر معاناة. شو بتتمني لبناتك بالمستقبل؟ بتمنى إنه يكفيني تعليمهن. بحلم صير بنتي دكتورة وتداوي العالم بلاش. بتمنى لهم حياة سعيدة، بتمنى يهدى هالوضع ويعيشوا حياة طبيعية مثل كل الناس. إذا كان العالم عطاكي يوم واحد اللي هو يوم المرأة العالمي، هذا اليوم اللي لازم نعرف فيه حقوقنا وواجباتنا. أنا بناشدك إنه يكون كل أيامك هو يوم مرأة، يوم تنطلقي فيه، تستمري، تنجحي وتأبدعي.